تذهب إلى قضية قد تثير كثير من الرأي والرأي الآخر خلال الأيام القليلة القادمة. الأستاذة الدكتورة أمنة نصير نائبة البرلمان بقدمه مشروع قانون عايزة تعطي للزوجة المطلقة مكافأة نهاية خدمة، بتحددها ان ليها لو قضت 5 سنوات تاخد 5%، 10 سنوات تبقى 10%، بس 5% من ايه؟ معايا على التليفون الأستاذة الفاضلة الدكتورة أمنة النصير. مساء الفل الدكتورة أمنة. مساء الخير عليك يا أستاذ محمد، يا رب تكون بكل الخير يا رب. الله يخليكي، احكي لنا واحكي للسادة المشاهدين أسباب طرحك لمشروع القانون الذي يعطي للمطلقة ما يسمى بمكافأة نهاية خدمة، وليه سميتيها مكافأة نهاية خدمة؟ شوف يا سيدي، يعني أنا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي دفعني لهذا الاقتراح أني أسير في أحد الأيام في الشارع اللي في بيتي، فوجدت سيدة تجلس في النجيلة اللي في وسط الشارع وتبكي بكاء مرا. نعم. الناس قالوا لي يا دكتورة شوفي إيه حكايتها. فلما اقتربت منها، فيك إيه يا سيدتي؟ قالت أنا متجوزة لي 30 سنة أو 35 سنة، الموضوع ده ليه سنين على فكرة قبل ما أدخل البرلمان. وقالت فوجئت بزوجي امبارح بالليل الساعة 11 طالع يقول لي لم هدومك انت مهمتك انتهت. قالت انا ست مقطوعة من شجرة وولاد الثلاثة اللي خلفتهم اتجوزوا خارج مصر. فقالت اديك شايفة حال اللي انا فيه ده يرضي ربنا ده؟ فلا ما يرضيش ابدا. فالمهم كانت في احدى بناتي من الصحفيات عملت معايا حوار بالصدفة في هذا اليوم، فذكرت لها قلت لها أنا لسه النهارده الصبح شفت هذا المظهر كذا وكذا، وأنا بهيب برجال القضاء خصوصا الذين يجلسون على الخاصة بالأحوال الشخصية وقضايا المرأة، أنهم يقعدوا قانون من منطوق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالتسريح بإحسان ألا تلقى الزوجة بعد ما قضت هذه المدة في الشارع. وقلت حتى يكون فيها شيء من العدالة إن اللي أمضت في حياة زوجها زوجة بلا عمل، أنا بتكلم كمان على اللي بلا عمل. نعم. زوجة لا تعمل ومكست في بيت زوجها كما قالت إحدى النساء لسيدنا عمر رضي الله عنه، أنني زوجة أطبخ لهم وأغسل لهم وأنظف لهم وأربي لهم أولادهم. فيعني العدالة تقتضي اللي قعدت 5 سنين بلا عمل متفرغة لهذا البيت تأخذ 5% من دخله. دخله يكن يعني تاخده بشكل شهري؟ يكن تجار. أيوة اتفضل يا أستاذ محمد. أنا قصدي تاخده بشكل شهري منه، يلتزم أنه شهريا يدي لها 5. التنظيم الشهري او السنوي دي مسألة تنظمها المحكمة مش. نعم. انا. طب هل هذا يتطابق مع الشريعة والقانون يا دكتورة امنة؟ نعم يا فندم. ايوه ما طبعا، يعني هو يعني ايه تسريح باحسان يا استاذ محمد؟ نعم صح. ليس الاحسان بانها لا تلقى في الشارع. وتدرجت في هذا الاقتراح لأهل القضاء ولأهل القانون اللي أخذت 5 سنين تاخذ 5%، 10 سنين 10%، 15 سنة إلى 25 سنة. لماذا عند 25 سنة طالبت أنها تقاسمه دخله أو تجارته؟ لأنها خلاص أصبحت إنسانة مستهلكة، لا وظيفة هتلاقي ولا زواج ثاني هتفكر. نعم. وما بقتش فيها من العمر ما يحتمل البهدلة في هذه المرحلة. هذا كان اقتراحي وأنا طالبت رجال القانون يقعدوا ويقننوا. لما دخلت البرلمان أنا حاولت من سنتين إن أنا أضع له فعلا تشريعا، فوجدت في حالة من الهلع من أبناء الرجال. رجعت اليوم من دول تاني فكرت فيه تفكير جديا، واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. هل تعتقد ان مشروع القانون ده سيلقى موافقة الثلثين تحت قبة البرلمان؟ لا، ما هو برضه البرلمان من هو؟ البرلمان من هو؟ بشكرك دكتورة أمنة نصير. هو حصاد المجتمع. نعم، أهم حاجة المجتمع. ما ده مشروع قانون هيحتاج حوار مجتمعي. بالظبط. ويعني أنا بشكركم إن أنتوا اهتميتوا بهذه القضية وتطرح الآن.
بنطرحها الآن على ضيف العزيز. بشكرك دكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والنائب بمجلس النواب، أستاذ محمد تعليقك. والله بص، انا شفت امبارح انت عامل وانت بتقرا الخبر، كان عجبني قوي انك بتقول المؤخر كان قد ايه، 10,000 مثلا في سنه من 20 سنه بقى كام دلوقتي. وانا بنظر لها من نظرتين. اللي بتقوله الدكتوره، انا كنت يعني مداخلتي هركز على قصه في الغرب، اما الواحد بيجي بيبقى فيه مقاسمه حتى لو سنتين. يعني عارفين مثلا القصه الشهيره بتاع خاشقجي الكبير، اما افلس بسبب الست اللي حاكم ومحكمه خدت نص ثروته، وفي كل الغرب ده موجود. طيب دلوقتي احنا بناخد من الشرع اللي احنا عايزينه ونفسر، يعني بنرفض. هي بتستند هنا الى جزء الايه، تسريح باحسان، تسريح باحسان، فهي شايفه ان التسريح باحسان تاخد جزء. بالفعل الكثير الناس المصريين والعرب والمسلمين شطار قوي في قصه مثنى وثلاث ورباع. طيب حقوق الزوجه الاولى، طب احنا كثير من الناس بما فيهم كثير من المستنيرين وقفوا قدام المشروع التونسي بموضوع الزوجه الواحده والارث، الارث للابنه مثل الولد. طيب اذا كان ده مش شرعي، ورغم هناك يعني حيثيات يعني في كل المذهب الشيعي اوقفوا قصه الذكر مثل حظ الانثيين، فبالتالي على الاقل الناس تتعاطى مع ده، وده اعتقد يعني ليه بعد انساني مفروض يدرس وانا ادعمه. في مجتمع ذكوري زي المجتمع المصري كجزء من المجتمعات الشرقيه، شايف مثل هذا المشروع القانون يلقى رواج او ترحاب من الرجل الشرقي؟ هقول لك ممكن يلقى امتى؟ اذا كانت هناك شخصيه سياديه بوزن السيد الرئيس او زوجته تبنت او اقترحت المشروع، واتمنى ذلك، لان عارف مجلس النواب زي نائبه وتعرف هي بتقول ايه. ده قالت كلام انا بس رأفه بيها انا بكتب بس. انا اتمنى في كثير من يعني من خبرتي من الشخصيات النسائيه العظيمه في مصر، من السيدات الاول اللي بذلوا جهد، اعتقد السيده الاولى والسيد الرئيس، بس اناقش الدكتوره امنه استاذه الشريعه على ما اعتقد، استاذه عقيده وفلسفه، استاذه عقيده وفلسفه، وعميد كليه بنات، ولدينا اساطين استاذ القانون، عايزين القصه دي يا اخوانا ندرسها ونشوف شرعيتها ايه، نشوف العالم بيعمل ايه، نشوف الست اللي تقعد في الشارع ده ونسبه الطلاق بتزيد عندنا. بينك برضو حرام زوجه فات عليها 25 سنه زواج، ونسبه الطلاق ده انا لو يعني لو انا يعني لو الزملاء جابوا لنا نسبه الطلاق في المجتمع المصري في السنوات الاخيره، اعتقد الرقم مفزع، الرقم بقى مفزع جدا. بس هي مفزوعه للمراه التي تطلق بعد مثلا 20 سنه زواج، عشان كده لا هتتجوز ولا هتشتغل، واللي قبل كده 5% و10% للواحد الشاب اللي مرتبه كويس على الاقل، عشان تبقى حافظ ان هو الطلاق بقى عندنا سهل قوي دلوقتي. طلاق سهل بقى، سهل اهو. ليه وراء اسباب؟ والله اسباب ماديه، اسباب الـ في نوع من القلق، في اسباب كثيره جدا بين الشباب، وانا فزعت يعني ما شفت الاحصائيات في 50% في السنه الاولى، السنه الاولى ليه؟ واعتقد ان احنا يا استاذ محمد لو عندنا اقسام المركز القومي للبحوث الاجتماعيه، ما كنتش عارف بيشتغلوا في ايه دلوقتي، او مراكز الاجتماع، ده شغلهم الشاغل اللي المفروض يركزوا ما هي اسباب الطلاق في السن الصغير. على خطر معك، متفق معك، لكن ده لا يعني ان نهمل خبر مهم جدا.